بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم الحياة أخلاق. اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدبه، اللهم آمين يا رب العالمين. لا زال الحديث موصولا بنا حول خلق التعاون، وكنت بينت لكم في اللقاء الماضي معنى التعاون، أن تساعد الغير على فعل الخير مبتغيا الأجر والثواب من الله، وضربنا أمثلة للتعاون من القرآن ومن السنة. النهاردة هناخد بعض النماذج التي تبين لنا معنى التعاون. نبدأ بالأنبياء. سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، أمره الله جل وعلا أن يرفع قواعد البيت الحرام، فكان سيدنا إسماعيل يتعاون معه، وجاء القرآن مبينا هذا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا إن دل يدل على أن الخليل لم يبني البيت وحده ولم يرفع القواعد وحده، ولكن سيدنا إسماعيل كان متعاونا معه، مساعدا إياه، مساندا له. فده بيبين لنا حاجة مهمة، أن التعاون من شيم الأنبياء ومن شيم خير الأنبياء. نذهب إلى موقف آخر، إلى سيدنا موسى في سورة طه يدعو ربه بدعوات: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شوف اللي جاية: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فجاء الأمر الإلهي، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. سيدنا موسى كان عنده لعثمة في كلامه، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فشوف بيطلب من ربنا، بقول له ايه: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. في آية تانية: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده لسيدنا أبو بكر: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكان سيدنا هارون هو وزير سيدنا موسى عليهما السلام. أيضا هذا فيه تعاون. لما نذهب إلى حياة سيدنا رسول الله قبل البعثة، أول ما النبي كان بيتعبد في غار حراء، هو عنده صلى الله عليه وسلم يعني في الثلاثينات من عمره، لأن أول ما بؤدي أبيه النبي من الوحي الرؤيا الصادقة، كان يرى رؤيا صادقة. ولما كان يخلو بنفسه في غار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد، أول ما جاله الملك وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. يقول: فأخذني فغطني فضمني حتى بلغ مني الجهد.
فذهب النبي إلى أم المؤمنين خديجة يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني، يعني غطوني دثروني. فنزلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. فشوف سيدنا النبي قولي عن السيدة خديجة وهي وزير النبي، لما السيدة هالة جاءت إليه والسيدة عائشة غارت، فيقوم سيدنا النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول له لازلت تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشتقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ يقوم سيدنا النبي يقول لها والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد، رضي الله عنها وأرضاها. ده نموذج أيضا من نماذج التعاون مع السيدة خديجة، كانت تخفف عن رسول الله، كانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يخلقنا بهذا الخلق، اللهم أمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مكملين مع خلق التعاون. ربنا يجعلنا متعاونين فيما بيننا على ما يرضي الله عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. مولانا يقول في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل طريق يؤدي بك إلى الجنة فتعاون فيه. تعاون مع أهل الخير على الخير، تعاون مع أهل الصلاح على الصلاح والإصلاح، تعاون مع أهل الفلاح لتكون من أهل الفلاح، تعاون مع أهل الهداية على الهداية، تعاون مع أهل النجاح لتكون من الناجحين الفائزين في الدنيا والآخرة. نموذج آخر من نماذج التعاون، وهو أورده لنا القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. شوف، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. علماء التفسير يقولوا كده، يقولوا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي بيتكلم عنهم القرآن؟ وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانت المدينة قبل هجرة النبي إليها تسمى يثرب، وكان يعيش فيها قبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانت بينهما الحرب سجال، وكان بينهما صراعات ومناوشات. فلما ذهب النبي إليهم آخى بينهم، هم أسلموا الأول قبل هجرة النبي وآخى النبي بينهم. شوف، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم أعداء الأول فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوانا وكنتم على شفا حفرة، خلاص داخلين النار لا محالة، فأنقذكم من النار ببعثة رسول الله. شوف، الأعداء يبقوا إخوة، بعد اللدد في الخصومة يبقوا متحابين في جلال الله، بقوا إخوة متحابين في جلال الله جل وعلا. الأوس والخزرج أحب بعضهم بعضا ببركة سيدنا رسول الله، لكل قلب إذا ما أحب أسرار وكل حب لغير الله ينهار. حب هنا لله ولأجل الله وفي جلال الله جل وعلا. وبعدين يضرب لنا القرآن مثال آخر، الأوس والخزرج نصر النبي بقى اسمهم الأنصار، فتعاونوا مع المهاجرين إليهم من أصحاب النبي المختار، أهل مكة لأسلموا مع سيدنا النبي، جايين من مكة مع النبي للمدينة المنورة. من الذي استقبلهم؟ الأنصار هم الذين استقبلوهم،
فيقوم سيدنا النبي يؤاخي بينهم بين المهاجرين والأنصار. وضربت مثال قبل كده في التضحية سيدنا سعد بن الربيع مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يؤاخي بينهم، يؤاخي هذا مع ذاك ويؤاخي ذاك مع هذا، وبقوا إخوة متحابين. شوف القرآن بقى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، اللي هم مين؟ اللي هم المهاجرين اللي جايين من مكة للمدينة، وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، ربنا سبحانه وتعالى يؤاخي بينهم وبين الأنصار، ويبقى في ألفة، ويبقى في محبة، ويبقى في مودة، ويبقى في تعاون. طب ربنا يقول ايه عن الأنصار بقى؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيؤثر أخوه المهاجر على نفسه مع إنه محتاج. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا نموذج من نماذج التعاون بين الأوس والخزرج، بقوا أنصار، ثم بين المهاجرين والأنصار. طب تعالوا بقى نبني المسجد. سيدنا النبي هيبني المسجد مع الصحابة، يحمل الحجارة بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه حتى يظهر التراب على بطنه الشريف. شوفوا التراب على بطن النبي، النبي يحمل الحجارة، فيقوم المسلمين يشوفوا النبي بيحمل الحجارة يقولوا ايه بقى؟ لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وفي غزوة الخندق يحفر النبي بيده صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يحفر الصحابة معه، يحفر الخندق سنة 5 هجرية في غزوة الأحزاب، والصحابة مع بعض مهاجرين وأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كده: إن الأولى قد بغوا علينا. شوف سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، عشان يعني يلهب حماس المسلمين معه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، ويؤمنوا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. التعاون شيء جميل، ربنا يخلقنا بخلق التعاون ويجعلنا متعاونين فيما بيننا على الخير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ربنا يجعلنا منهم، اللهم أمين. فاصل وأرجع لحضراتكم، خليكم معانا، صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا هذا السؤال: من هم صلة الرحم الواجب وصلها؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الله جل وعلا أمرنا بصلة الأرحام في القرآن، فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وحذرنا من قطع الأرحام فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فناخد بالنا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة تقول له كده: والله لا يخزيك الله أبدا، لإنك لتصل الرحم. الأشياء التي يجبرك الله بها ولا يخزيك بسببها: واحد، صلة الأرحام وصلة الرحم توسع الرزق وتطيل العمر. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، يعني في عمره، فليصل رحمه. طيب، منهم صلة الأرحام الواجب علي أوصلهم. أول الأصول في صلة الأرحام الأب والأم، الأصول أولا الأب والأم. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله فقال: يا رسول الله،
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاث مرات للأم ومرة للأب. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد ذلك نوسع الدائرة، الأعمام، الأخوال، العمات، الخالات، الأقارب، الأرحام، يعني ده من صلة الرحم الموسعة، إن أنا أوسع الدائرة، دائرة صلة الأرحام. طيب لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أتودد إليهم ويقطعونني ولا يتوددون، أسأل عنهم ولا يسألون عني، أعمل أوصلهم، تابع في وصالهم، كما علمنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله، واحد بيسأله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، قال لئن بقيت كما قلت فكأنما تسفهم الملة. وعندنا وسائل كثيرة الآن لصلة الأرحام، إما بالزيارة وإما بالهاتف وإما برسالة وإما بالسؤال عنهم، كل هذه الأمور من وسائل صلة الأرحام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الواصلين للأرحام، اللهم أمين، وأن يخلقنا بهدي خير الأنام وخلقه، اللهم أمين. أشوف حضراتكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.